طبعا يا أخي، ارتباط المسيحيين بوطنهم العراق وأيضا بالمنطقة العربية بشكل عام، لأن المخطط الإسرائيلي هو إفراغ الشرق الأوسط من مسيحييه. لذلك نحن في المنظمة العالمية للمغتربين العراقيين رفعنا شعار لا شرق بدون مسيحيين ولا مسيحيين بدون شرق. يعني هذا المخطط الإسرائيلي القديم الجديد هو إفراغ الشرق الأوسط من مسيحييه لتأليب الغرب على المنطقة وأخذ المساعدة الغربية لها بإخضاع المنطقة، على اعتبار أن المنطقة كلها إسلامية وليس هنالك مسيحيون. المسيحيون مهمون جدا في المجتمع العراقي، في المجتمع السوري، في فلسطين، ويشكلون عملا مهما وأساسيا في النضال وفي الصراع، وفي الصراع العربي الصهيوني. يعني تعرف الحركة الفلسطينية جزء كبير منها هم يقودوها مسيحيون عرب. هذا مخطط أوسع بكثير من دائرة العراق. نعم، والمسيحيون حتى لو اتجهوا إلى الولايات المتحدة أو إلى أوروبا لن ينسوا وطنهم إطلاقا، سيبقون مرتبطين به وسيفعلون أيضا من وجهة نظر مصالحهم ووطنهم حتى في بلاد الغربة. فيعني هذا مخطط يؤدي إلى الضرر والتهديم للمجتمع والبنية التحتية والتغيير الديموغرافي العشوائي الذي غير قابل لأن يمد بجذوره في الأرض. هذا كله اتجاه تخريبي. يعني ماذا يعمل؟ تخريبي هذا لا يمكن أن يكون قاعدة لمستقبل مستقر.